حرصا منها على تقديم منتج إعلامي مفيد يساعد الناس في فهم القوانين الناظمة والمحيطة بحياتهم اليومية، تقوم قناة الظفرة بعرض برنامج المحامون. أعزائي المشاهدين، تحية طيبة لكم وأهلا بكم معنا في ثاني حلقاتنا من برنامج المحامون. المحامون برنامج تخصصي تفاعلي على الهواء مباشرة، يقدمه محامون إماراتيون يتفاعلون مع الجمهور في ساعة من الزمن ويجيبون على أسئلتهم واستفساراتهم، ويحولون بنود القانون الصارمة إلى لغة سهلة يفهمها الجميع عن طريق أمثلة حية من أرض الواقع. أنا حين زوجي متزوج علي، نعم، وبعد ما تزوج من سنة تقريبا، سنتين الحين متزوج، بس سنتين؟ كمل سنة هاجرني. نعم. فالحين أنا بعرف شيء علي أنا، يعني لو طلبت الطلاق شو الحقوق اللي أنا باخذها؟ برنامج المحامون فريد من نوعه، يقدم الوعي القانوني فيما يخص المعاملات والقضايا التي تهم الناس والتركيز على الجانب الإنساني فيها، ويهدف إلى نشر الثقافة القانونية الصحيحة والوعي والإرشاد بين الناس. الوعي والفائدة والمعلومة القانونية الصحيحة تجدونها في برنامج المحامون الذي يبث كل يوم سبت الساعة 7 مساءً، لا تفوتوا مشاهدته.